بسم الله، ما زلنا لسه مع الماثيماتيكال فانكشنز، بس هناخد تمرين كده صغير يوضح الفكره اللي كنا شرحناها قبل كده، الامثله اللي شرحناها قبل كده. فاحنا بنقول لو في واحد بتاع مدرس هندسه وعايز يعمل برنامج كل فكرته انه عايز يدخل الاكس والواي بتوع قطع الناقص اللي هو الشكل البيضاوي ده، والبرنامج يحسب على طول اوتوماتيك المساحه والمحيط اللي هو الاريا والبير او بيرمتر طبقا للمعادلات، والمعادلات الراجل مديها لك اللي هي بالنسبه له الاريا اللي هي 22 على 7 في اكس في واي، والبيرمتر 2 في الايه في 22 على 7 جذر النص في الاكس تربيع زائد الواي تربيع. لو جينا فكرنا في الاكزامبل ده هنقول اول حاجه هنخلي الباي اللي هي بتساوي 22 على 7، بعد كده هقرا منه قيمه الاكس، بعد كده هقول له لو سمحت دخل قيمه الواي، وبعد كده هقول له دخل قيمه الواي، بعد كده هقوم جايب بقى الاريا اللي هي الباي في الاكس في الواي، وبعد كده هقوم عامل ايه الاثنين مضروبه في الباي مضروبه في الاس كيو ار تي، وعلى طبعا وبعد كده نص مضروب في الباور اكس اس 2 وزائد الواي اس 2، واطبع في الاخر الاريا والبيرمتر. طيب يعني وطبعا خريطه الترافق هتبقى ماشيه بنفس الاسلوب، ان انا هريد الاكس وهريد الواي، وبعد كده احسب الباي في الاكس في الواي، وبعد كده اعمل المعادله بتاعت البيرمتر واعرض الاريا والبيرمتر ده. تعال نخش على طول ونشوف مثال. تعال نروح كده بسرعه، نيجي من اس ار سي ونقول فايل كليك يمين كده ونعمل نيو فايل كوتلين، نعمله اكزامبل ونرقمه زي ما احنا بنرقم. وتعال نجيب المين فانكشن، لسه ما جينا مع الجبرا يعني عادي بتاع الميثود، لان اغلب الحاجات هنستخدم فيها الجبرا ميثودز العاديه. المره دي هنعمل الديكلير، يعني هحاول ننسق كده الديكليريشن لوحده والبروسيسنج لوحديها، الانبوتس لوحديها والبروسيسنج لوحديها. فهعرف var اكس هعملها دبل، دي القيمه اللي انا هاخدها، وبرده عند الواي نفسها هي فهعرف برده واي ودي نوعها دبل، وبعد كده هعرب برضو الاريا دبل برضو، وهعرف كمان البير برضو دبل. خلاص هاجي هقرا مين، هقرا الانبوتس بتاعتي، هدخل بس الاكس وادخل مين وادخل الواي. فكل الفكره هقول له برنت واقول له انتر فاليو اوف اكس وكولون كده، وريد القيمه، يعني هقول له اكس بتساوي، واقول له ريد لاين، واعمل الايه الاكسكليميشن بتاعتنا ودوت تو ايه دوت تو دبل، وبالتالي ده اخذت وحولت الى دبل وحطيت جوه الاكس بنفس الاسلوب كوبي بيست. اعمل مين؟ اعمل الواي، فاقول له انتر فاليو اوف واي، وبعد كده هقوم قاري القيمه وحاططها في مين؟ حاططها في الواي. طيب دي الانبوتس بتاعتنا. بعد كده نعمل بقى الاوبريشنز، العمليات اللي هنعملها. فالاوبريشنز بتاعتنا او الايكويشنز اللي احنا هنحسبها اللي هي بتاعت الاريا وبتاعت الايه البيرمتر، فهختار الاريا وهقول الاريا بتساوي، وطبعا كانت 22 على 7 اللي هي ماس تو بي اي مضروبه في اكس مضروبه في واي طبقا للمعادله اللي كانت مكتوبه زي ما هي، مضروبه في اكس مضروبه في واي، النتيجه اتحطت تبقى دي بالنسبه لي الاريا. طيب بعد كده هنعمل، او طبعا ممكن اعمل امبورت لكوتلين، لو انا عايز اعمل بالامبورت امبورت كوتلين دوت ماس دوت استرسك، يعني انادي على كل الفانكشنز اللي تحت ماس، وبالطريقه دي مش لازم اقول بقى ماس دوت ولا حاجه، اشتغل بباي على طول. طبعا هم المفروض ان هم بيرجحوا الفكره دي او الطريقه دي افضل بالنسبه لهم، يعني مفيش مشكله. بعد كده هقوم جايب بقى الايه المحيط، هقول 2 في بي اي مضروبه بقى في الاس كيو ار تي اللي هو الجذر التربيعي، كل اللي تحت الجذر اتحط ما بين القوسين بتوع الاس كيو ار تي فانكشن. فعندي اول حاجه اللي هي النص، ممكن احط واحد على الاثنين، بس احط 1.0 على 2.0 ضرب، او اقول نص على طول ضرب ضرب ايه باور اكس اس 2 وزائد الباور واي اس 2 اللي هي واي على ما اتذكر، يعني المعادله يعني واي كوما 2. طبعا الداتا كله تحت الجذر اللي هو الاس كيو ار تي، تمام كده بقت ايه 2 في باي في اس كيو ار تي نص مضروب في باور اكس اس 2 زائد باور واي اس 2. دي هتطلع تتحسب المعادله دي وتطلع لي الايه وتطلع لي المحيط. بعد كده هشتغل على الاوتبوت بتاعتي، هقول له برنت لاين، هطبع مره قيمه الاريا، هقول اريا اوف الليبس دوت اللي هو الشكل البيضاوي او الشكل اللي هو الـ مش عارف اسمه ايه الليبس، وهطبع الاريا كفاريبل احط قبليها علامه الدولار ساين، واطبع بعد كده الايه البيرمتر بتاعت الاليبس
بالاي. بكده نكون ايه جبنا المساحة والمحيط بتاع الاليبس ده. تعال نجرب بقى النتيجة بتاعتنا بعد ما مشينا على الخطوات بتاعتنا ديت. لما نعمل رن كده كليك يمين ونقول له رن ونشوف النتيجة بتاعتنا تطلع كام. طبعا ندخل اي ارقام لما تحب انت تجرب ورايا. طبعا باو طلعت ايرور لان لازم اقول ماس دوت باور. طبعا ضعيف في حكاية الامبورت عشان كده ما بحبهاش، لان باور مش موجودة في الماس دوت الكوتلين دوت ماس، معرفش ازاي، فمضطرين نستدعيها من ماس دوت باو، مش موجودة عندنا على طول مباشرة جوه للايه جوه الـ جوه كوتلين دوت ماس، فعشان كده انا بحب ماس دوت على طول واخلص. بس يعني مش مشكله، يعني هم بينجحوا انك تشتغل على الامبورت بتاعت كوتلين دوت ماس، مفيش مشكله. تعالى نعمل رن بعد ما عدلنا الحته بتاعت الباور دي وبنوصل للحل يعني باي شكل. انت لما تحب تطبق ورايا دخل نفس الارقام وتاكد ان المعادله بتاعتك مظبوطه. انا دخلت الاكس ب5 ودخلت الواي ب6.5، وادي النتيجه اللي طلعت معايا ب 100 102 وكسر و 36 وكسر.